الملعب، فرحت وقفت في المكان بتاع انسايد رايت، فاتفاجئت بالكابتن سيد طزو الله يرحمه، فجاي وقف طبعا في نفس المكان. فقال لي انت مين؟ هو كان لعيب عظيم يعني، وانا 15 سنه. فقلت له انا كابتن فريق الناشئين وكده. فقال لي بتعمل ايه هنا؟ قلت له هم قالوا لي قالوا لي هنا قالوا لي انزل العب، ده مكاني. قال لي لما ده مكانك امال انا اروح فين؟ قلت له تحت امرك يا كابتن. قال لي روح هناك الحته اللي هناك دي الفاضيه دي، دي اسمها الوينج رايت، تروح تقف هناك. وبعدين تعالى. قال لي انت الكابتن بتاع الناشئين اللي بتلعب قبل الماتش بتاع الفريق الاول؟ قلت له ايوه. قال لي باين عليك لعيب كويس، انا هقول لك حاجتين تعملهم، لو عملتهم هتبقى لعيب كويس، لو ما عملتهمش تقعد في البيت وما تجيش تاني. فقلت له حاضر يا كابتن. قال لي لما تيجي لي الكوره انت تخش لي من الوينج رايت، هعملها لك من جنب اللاعب اللي جاي داخل علينا في نص الملعب، تقوم انت تلعب لي الكوره من وراه، دي في الكوره اسمها الوان تو. فقلت له حاضر. كانت اول تعليمه للكابتن دي محسن، اول تعليمه وانا ما اعرفش الكابتن النجم الكبير سيد المصطلحات دي انا ما اعرفهاش، انا ناشئ صغير وكان التدريب زمان كوره وقسم والعب يعني. قال لي اللعبه الثانيه انك انت في وينج رايت، فلما امسك الكوره اجري من ورا الباك، هعملها لك تقوم تسندها وترفعها ليا في راس الحرب. قلت له حاضر يا كابتن. فاول ما الحكم صفر جيت له كوره، فقمت انا داخل من الوينج رايت، قمت داخل على نص الملعب، ففي لاعب داخل عليه راح اعملها لي، قمت انا اعملها له من ورا اللاعب. بقت دي الاول وان تو في حياتك؟ انا يعني في اللحظه دي انا حسيت بزلزال. الاستاد الجمهور يعني انفعل مع الوان تو بطريقه ولا كانك جبت جول، فانا اتخضيت يعني في ايه؟ فاكتشفت انه انا لعبت وان تو مع التزوي يعني، فدي كبيره عند الجمهور. وبالتالي تكررت اللعبه، بقينا طول الهاف تايم بنعمل اللعبه دي. اللعبه دي يلعبها لها